بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول ملك في الإسلام، أول ملك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقبه عمر بداهية العرب، وكان يقول عمر: إن معاوية هذا قيصر العرب. وكان أبوه أبو سفيان يقول: إن ابني هذا سيسود قومه. وكانت أمه هند بنت عتبة تقول: بل سيسود أكبر من قومه. معاوية أخو من؟ أخته رملة، أم حبيبة، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بقية الصحابة والمهاجرين وآل بيته الطيبين. هذا معاوية الصحابي الجليل الذي كان له دور في الفتوحات، وهو أول من غزا في البحر في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أسلم قيل قبل الفتح، ولم يعلن إسلامه إلا يوم الفتح، يوم أسلم أبوه. لما تزوج النبي أم حبيبة قال لها: تزوجتك لأغزو أباك في قعر داره. أبو سفيان شخصية مهمة، والنبي ينتظر الفرصة، لأن إسلام أبو سفيان فيه نصر وخير. ولذلك دخل النبي يوم فتح مكة ولم يريد حربا وقتالا كما تعرفون. فكان أبو سفيان على حدود مكة أو على حدود الحرم يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع سيفين اثنين، حتى قيل أن أبا سفيان انتفخ صدره من شدة حنقه على رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل النبي وهو يراه، والموقف هو موقف حرب. فلما رآه النبي خشي بعض الصحابة أن يتعدى أبا سفيان على النبي عليه الصلاة والسلام، فتحدث بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي ينظر لعواقب الأمور، القائد المحنك. فقال عليه الصلاة والسلام بكل هدوء: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا العدو الذي ينتظر الفرصة فقط، بل ينتظر أن تقترب منه حتى يفعل بك ما لم يفعل وقد فعل من الأمور في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والمشاركة في كثير مما فعله قريش. فلما سمع الكلمات أنزل سيفيه، وإذا به يلتفت على العباس قال: أسمعت ما قال محمد؟ قال: نعم. قال: أو يقصدني أنا المعني؟ قال: نعم أنت المعني. قال: أفي دين محمد هذا؟ قال: إن محمد ينزل الناس منازلهم. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، وهرب كفار قريش وتطاير غبار أصنامهم، وصعد الكفار على أسطح المنازل وعلى ظهور الجبال. ثم دخل نزل أبو سفيان بعد أن سأل العباس، قال: أترى محمد، ركزوا، يقبلني لو أردت دينه؟ قال: نعم يقبلك. قال: كيف يقبلني وقد هجرته من بلده، وقلت فيه ما قلت، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون،
وفعلت من الأذى له ولأصحابه ما فعلت؟ قال اذهب إليه وإن لم يقبل منك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قال وماذا قال إخوة يوسف ليوسف؟ قال قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاء أبو سفيان على يمين الرسول قال إني أريد دينك، فصد عنه. ثم جاء من جهة أخرى فقال أريد دينك، فصد عنه. ثم دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وحطم الأصنام التي في داخلها، ثم وقف وقال أين بلال؟ ثم نادى بلالا وأدخله وصلى بلال مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة. ثم لما نزل الرسول وخرج من الكعبة فإذا بأبي سفيان في وجهه، قال يا محمد إني أريد دينك، فأنزل النبي رأسه. قال يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والنبي ساكت والدموع تنزل، وأبو سفيان يلتفت والعباس هناك ويقول كرر الكلام. قال يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ثم يعيدها ودموعه تنزل. فرفع رأسه وقال رسول الله لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم يقبل ويسلم، ويسلم عدد كبير في ذلك اليوم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأصبح أبو سفيان يحاول أن يكفر الماضي، يقول يا رسول الله أني أطلبك ثلاثا. طلب منه أن يؤمره على غزوة أو على جيش يحارب المشركين كما كان يحارب المسلمين، وطلب منه أن يجعل ابنه معاوية رضي الله عنهما كاتبا معه للوحي حينما ينزل عليه، فوافق صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية كان يكتب الوحي، ومعاوية كان رجلا حكيما. يقولون المثل المعروف شعرت معاوية، معاوية كان يقول للناس بيني وبينكم شعرة، إن شددتموها أرخيتها وإن أرخيتموها شددتها. وكان له قبوله رضي الله عنه وأرضاه، وكان مجاهدا مؤمنا، وقد شارك مع النبي في حنين وأنزل الله سكينته على المؤمنين في تلك الغزوة. صحيح أن بعض أهل العلم قالوا أنه أسلم بعد الفتح، لكن الذين أسلموا قبل الفتح بإجماع وقاتلوا أفضل من الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا. لكن في النهاية وكلا وعد الله ماذا؟ الحسنى. إذن فلماذا نخوض في أعراض الصحابة؟ ما حدث بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما جميعا بسبب مقتل عثمان كان لاجتهاد من الصحابة، ونحن منهجنا منهج أهل السنة والجماعة، تلك دماء لم نخوض فيها فلماذا نخوض في الأعراض؟ ورسالتنا وشعارنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والصحابة كلهم عدول، قاتلهم ومقتولهم كلهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلماذا نتعدى على صحابة رسول الله؟ لماذا يؤذى الله ورسوله؟ لا تسبوا أصحابي، والله لو أن أحدكم أنفق مثل جبل ذهب فلن يبلغ مد أحدهم أو نصيفه، لن نبلغ لا مدهم ولا نصيفه. ومعاوية رضي الله عنه يدخل جملة من هؤلاء الصحابة الكرام،
ولماذا التعدي على صحابة النبي؟ معاوية تنازل له الحسن رضي الله عنهما بالخلافة حقنا لدماء المسلمين، ولأن النبي أخبر وتحقيقا لتلك المعجزة ولتلك الكرامة ولذلك الغيب الذي أخبر به رسول الله، إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين، ويصلح الله جل وعلا بالحسن رضي الله عنه. لما أعلنها قال: أيها الناس، أحمد الله وأثني عليه الخير كله. قال: أما وإنه قد دار بيني وبين معاوية ما تعلمون، وإني قد تنازلت لمعاوية بالخلافة، فإن كان أحق مني فهو خليفتكم الآن، وإن كنت أحق منه فقد تنازلت له بالشروط المعروفة. ثم قال: الحمد لله الذي حقن بي وبه دماء أولكم وحفظ أيضا أعراض آخركم. وقال كلماته رضي الله عنه المشهورة، وبكى معاوية حينما علم بمقتل علي واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ميتته ميتة ظاهرة على الإسلام والسنة. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقول لابنه يزيد: يا بني، إذا مت فوكل مغسلا يغسلني، يعرف في التغسيل. قال: فليغسلني ولينعم وليكبر عندما يغسلني، ثم اذهب إلى تلك الخزانة وستجد فيها ثوبا أو رداء. قال: هو ثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو رداء له، لأنه ثبت أن النبي كان يتوضأ مرة، فمر عليه معاوية فأخذ الماء فصب عليه الماء فوضأ النبي، ثم لما انتهى النبي من وضوئه خلع رداءه وأعطاه معاوية، فاحتفظ معاوية بهذا الرداء. ثم لما جاء موته قال: أخرج الرداء فإذا مت فغطني به. ثم تجد صرة فيها بعض أظفار رسول الله وشعره، فإذا غسلتموني فضع من ظفره وشعره في عيني وأذني وفي فمي، وإذا أدرجتموني إلى قبري وأدخلتموني إلى لحدي فاتركوني وربي فإن الله أرحم بي منكم. ومات رضي الله عنه ونفذت وصيته. فلا نتعدى على صحابة رسول الله، نترضى عنهم كلهم. وشعارنا كما قال شيخ الإسلام في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنه الصديق منهم أفضل.